أنا يا مان خيري، طب سيبي لي حاجة خليتيني خارج نطاق الخدمة. منك لله. خلاص بقى خلاص. احنا اسفين قوي يا استاذ عمر. يا حضرة الظابط انتوا مالكوش دعوة، الست هانم هي هانم برضه معذورة يا استاذ عمر، ما هو ما حدش بيخش بيته بالطريقة دي برضه. أنا آسف أنا غلطان. شكرا حضرة الظابط. شكرا. شكرا 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 محكوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منك لله. معلش ما قلنا متأسفين بقى. لا للأسف ولا غيره، من هنا ورايح. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ومش عايز كمان صباح الخير يا جاري.
بقول لك يا ست هانم، مالكيش صالح بالراجل ده خالص، لحسن ده مدوخ سكان العماره كله. ليه بيعمل ايه؟ والله يا هانم ما حد عارف ان كان مجنون ولا لابسه عفريت ولا بيسوق علينا الهبل على الشيطنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا لما كنت ساكنه هنا ما شفتوش خالص. ما هو كان بيشتغل بره، قعد 4 سنين بحالهم ومعاه على قلبه كد كده بس جلده. جلده اوحش حاجه في الراجل يبقى بخيل. خد بالك يا محمد لحسن يعمل فيها حاجه، ده مجنون. استنى هنا لحد ما نقفل الباب. يلا سلام. حاضر حاضر. عارف ان اوضه العمليه جاهزه. طب اعمل ايه؟ دقيقتين دكتور التخدير جه. ها طيب انا دقيقتين بالظبط هكون عندكم. يلا مع السلامه. ادخل. يا دكتور في محضر عايز حضرتك. محضر؟ هيبقى عايز ايه ده؟ مش عارف. طب خليه يدخل لما تشوف هو كمان جاي لنا في انهي مصيبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استلم حضرتك وانزل هنا. رفعت بجد قضية خلع. مدام الدكتور اسهل على الباب. ايه؟ اوعي اوعي تخلي علي يخرج من اوضته خالص. ها؟ ما تتحركيش من جوه، انا اللي هفتح له. يلا. افندم. مساء الخير. مساء النور. يا ترى حسبت حسبتك لقيتني مديونالك تاني ولا ايه؟ طيب هنقف نتكلم على الباب كده، مش تقولي لي اتفضل؟ ما اعتقدش ان ليك مكان هنا. ده انا اسمي لسه موجود على الباب. هبقى ابعتهولك تعلقه على باب الفيلا هديه، مش عايزه اي حاجه تفكرني بيك. طب مش تعرف الاول انا جاي ليه؟ وانت واقف مكانك تقولي اللي انت عايزه. انت لسه مصممه على الطلاق؟ هتسال اسئله سخيفه كتير؟ أنا ما يخلصنيش إن احنا نقف قدام بعض في المحاكم ونخلي اللي يسوى واللي ما يسواش يتفرج علينا. كلام جميل. وفلوسي؟ هطلعك وهتاخد فلوسك واللي انت عايزاه. كده ممكن نتفاهم على التفاصيل وتتفضل تشرب فنجان قهوة. اتفضل. مستحيل الكلام ده يكون عن لقاء. ما تقرا الحروف الاولى من الاسماء المكتوبه وانت تعرف. لام ف وسين ه. لقاء فؤاد وسليم هاشم. مذيعه ونحات. كلام فاضي. لا لقاء ولا سليم ممكن يعملوا كده. ليه بقى؟ انت ناسي كان بيجي لها هنا المكتب واستضافته قبل كده في البرنامج بتاعها. وايه يعني؟ ده مش دليل على اي حاجه. لقاء ست ناجحه ومشهوره، وشيء عادي جدا ان فنان كبير زي سليم يكون من اصدقائها. طب ايه رايك بقى ان واحد من مساعدين الانتاج بتوعنا شافهم مع بعض في مكتبها وهم استغفر الله العظيم يا رب. نانسي من فضلك يا نانسي بطلي كلام عن الناس وخلينا في شغلنا احسن. ماله شغلنا؟ الحال مش عاجبني يا نانسي. المستوى بينزل والاعلانات بتقل، حتى التليفونات بقينا نلم اصحابنا وقرايبنا عشان يتصلوا. هل ايه؟ البرنامج ليه جمهور. ده جمهور متخلف.
مش مقدرين البعد الثقافي اللي انا بقدمه لهم. الثقافي اللي بتقدمه لهم؟ ايوه طبعا، عاوزين الهشك بشك والتفاهات اللي الست هانم كانت بتقدمها لهم. لقاء ما كانتش بتقدم تفاهات يا نانسي، حاولي تنسيها عشان تعرفي تشوفي شغلك. وعلى فكره بطلت تقلديها. ايه ده؟ انا قلت دي ليه؟ لا يا حبيبي، ده نيو لوك. نيو لوك؟ نيو لوك مش نيو لوك. انا ما اقدرش اتحمل المسؤوليه اكتر من كده. قصدك ايه يعني؟ يعني هعرض الموضوع بكل تفاصيله على مجلس الاداره. وهم دول بقى اللي هينصرك عليا؟ انا مفيش بيني وبينك حرب يا نانسي عشان يبقى في نصر وهزيمه. دي فلوسهم هم حرين فيها، اذا كان عاجبهم الحال على كده يبقى خلاص. ما بترديش ليه؟ مش عايزه ارد على حد خالص، ولولا انك انت غاليه عندي ما كنتش فتحتلك الباب. معقوله تزعلي كده وتقفلي على نفسك عشان حته خبر ملوش اي لازمه؟ يا سلام، خبر ملوش اي لازمه؟ تخيلي ابني انا لو قرا الخبر ده، انا موقفي يبقى ايه قدامه؟ هو يحس بايه؟ سمعتي اللي بحاول احافظ عليها العمر كله يعملوا فيا كده ليه؟ انا معاكي، بس ما تخليش مقاله واحده اسأت لك بالكذب تنسيكي مقالات كتير انكتبت عنك قبل كده واديتك حقك. ايوه بس انا عايزه افهم هما بيستفيدوا ايه من ده كله؟ بيسترزقوا سبوبه تخلي الناس تشتري. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كميه المشاكل ما بقتش قادره عليها ولا ملحقاه. طول ما انت عايشه في العزله دي مش هتقدري تتغلبي على اي مشكله، لازم تنزلي وسط الناس وترجعي شغلك تاني. مش قادره، مش قادره انزل في وسط الناس، مش قادره اعمل شغل، مش قادره اعمل حاجه. كده غيابك طول والناس هتصدق الاشاعات. يصدقوا خلاص. ليك حق ما ترديش. ايوه مساء الخير. من فضلك عندك اي حاجه؟ بس عشان عندي ارق شويه عايزه اخدها، او منوم او مهدي او اي حاجه. لا فعلا بقالي فتره ما بنامش. لا بس بص، مش عايزه حاجه اتعود عليها. الله يخليك. طب اي حاجه. متشكر. انا في العماره اللي جنب. الدور الثالث شقة 6. نفس الشارع. لقاء فؤاد. شكرا. ما تتأخرش الله يخليك. يلا مع السلامة. التحقيق عمل ضجة، بس خلي بالك لقاء فؤاد مش سهل أبدا. هتعمل ايه يعني؟ احنا ما كتبناش اسمها، وبعدين خلاص بقالها مدة ما بتشتغلش وما بقتش زي زمان. اتفضل. سليم بيه يا فندم. افهم ايه من المقاله اللي انتوا نشرتوها دي؟ اهلا وسهلا يا سليم بيه، اتفضل. انا عاوز اجابه من حضرتك ومحدده لسؤالي. طب اتفضل استريح، نشرب حاجه ونتكلم على حد. لو ما نزلش تكذيب واعتذار انا اقبله، وبكره انا هقلب الدنيا. حضرتك ليه واخد الكلام على نفسك؟ لاني متاكد ان حضرتك هو المقصود. انا اقدر اثبت ده بسهوله وارفع عليكم قضيه. زي ما بتعرفوا تضربوا من تحت الحزام،
انا كمان بعرف اصطاد ونشن كويس قوي. كل رجال الاعمال المحترمين اصدقائي، همنحهم انهم ينشروا هنا اي اعلانات، ده غير المشاكل والشكاوي والبلطجه وكل اللي ممكن تتخيله. الله، انت جاي بقى تهددنا هنا ولا ايه بالظبط؟ اكيد بهددك وهقفلها لك وهولع فيها كمان. انت اللي كتبت المقاله دي. حضرتك، احنا عايشين في عصر الحريه والديمقراطيه، واعتقد ان احنا نكتب الكلام ده تضحك بيه على اصحابك في القهوه يا شاطر. حريه وديمقراطيه وصالح عام، علاقتك ايه بنانسي سالم؟ حضرتك بتسال ليه؟ دي حاجه ما تخصش حد غيري. انت تجاوبه بس. زيها زي غيرها. سلمني على حضرتها كتير قوي وعلى الحريه. ايه اللي حصل يا لقاء؟ ده الدكتور اسعد طول عمره بيحبك قوي. اسعد ما بيحبش الا نفسه. معلش، هما الرجاله كده. لا، المشكله مش في الرجاله ولا في الطلاق. عارفه حكايه الشغل والكلام اللي قريناه. انا كنت فاكره روحي قويه، اقدر احمي نفسي احمي الناس، ولا اتصالاتي ولا شهرتي ولا فلوسي يعملوا لي اي حاجه. حرموني من اهم حاجه، حرموني من سلاحي اللي كنت بدافع بيه عن نفسي، حرموني من جمهوري، جمهوري اللي بيحبني من غير اي مقابل. معلش يا لقاء، انت بتقولي الكلام ده لانك تعبانه ومتضايقه، انما ان شاء الله لما اليومين دول يعدوا وتروقي كده هتعرفي ان انت كنت بتقولي الكلام ده في لحظه يأس. يمكن. قولي لي، انا قلت لك ان خطيبه زميل علاء جاتلي. جاتلك؟ جابت لي ورق مستندات يودوا غريب في 60 داهية. وفين المستندات دي؟ كنت عايزة اوديها للبوليس. ما وديتيهاش ليه؟ ما لحقتش اخرج من اوضتي بيها. دكتور اسعد؟ يبقى هو ده السبب بقى، مش الطلاق. مش الطلاق. عشان كده لما جيت طردني. معلش يا لقاء، انا اسفة، انا كنت فاكراكي انت اللي بلغتي عن علاء. انت جيتي تستنجدي بيا وانا مش قادره احمي نفسي. انت اتسندتي على حيطه مايله. اعطيني حريتي، اطلق يدي. بابا بابا، عايزه ايه؟ هو انا هفضل محبوسه في الفيلا كده؟ تصدقي يا شاهد ان حبسيتك دي رحمه بالناس؟ ما خلاص بقى، يعني هو كان امل قوي يعني؟ ده مفيش واحده في الدنيا تستحمل له نص ساعه على بعضها. البطاري يا بنت، البطاري. إن شاء الله بكرة ربنا يرزقك بواحد يوريك النجوم في عز الدور ويخلص منك القديم والجديد. لا، ما هو خلاص، أنا لا عايزة ده ولا عايزة ده، خلينا كده مع بعض أحسن. ماشي، خلينا كده مع بعض أحسن، بس برضو هتفضلي محبوسة. إيه ده، أنت رايح فين؟ مش لما نخلص كلامنا. أنت عايزة مني إيه تاني؟ عايزة ألموني وعايزة أخرج. ما أنا مش هخرج من غير فلوس يعني. بقى الحكاية كده؟ آه. ايدك بقى على كام باكو عشان اخرج اشتري هدوم وحاجات. انسي. ايه ده يعني ايه؟ لا خروج ولا فلوس؟ احمدي ربنا انك لسه بتاكلي وبتشربي. لحد امتى؟ لحد ما تتعلمي الادب وتعرفي ازاي تعاملي الراجل المسكين اللي امه داعيه عليه اللي هيجي في يوم من الايام ويطلبك للجواز. افهمتي؟ الحمد لله اني طلقتها قبل الناس ما تاكل وشي. حضرتك مصدق الكلام اللي بيتقال ده؟ والله انا ماليش دعوه، الناس لها الظاهر. طب توصلي كده ليه قلق؟ بصراحه مستغرب، اصل يعني مهما كان اللي بينك وبينها المفروض تزعل يعني على الست اللي اديتك عمرها كله. انت مالك يا لها عامل كده يعني؟ مالي يعني؟ ما تنشف يا لها وتخليك راجل وتعرف ازاي تتعامل مع الستات. شوف شريف بيعمل ايه مع مي، ما تقدرش تنطق من غير اذنه. والنتيجه هتكون ايه؟ النتيجه ان انت تسيطر عليها، تعمل كل اللي انت عايزه زي ما حضرتك كده عملت مع ماما. حضرتك عايزه اي حاجه تانيه؟ لا شكرا. ماما حكمت، حبيبتي ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني. ك
كده برضو كده برضو يا لقاء اعرف انك انت اتطلقتي من الجرايد زي اي حد غريب. ماما انا اتطلقت بس مش عشان الحاجات اللي بيقولوها. انا متاكد انت هتقولي لي. طب انت عرفتي منين ان انا هنا؟ يعني انت هتروحي فين؟ ما هو يا عندي يا هنا في شقه الزمالك. انت ليكي حد غيري؟ لا يا حبيبي قلبي يا رب يخليكي ليا يا رب وما تحرم منك. نورتيني ونورتي البيت. هي دي اللي زعلانه عشان منعتك عنها؟ اتفضلي. هي فضحتنا كلنا. لو سمحت ما تتكلمش على لقاء بالشكل ده ابدا. من حقي يا هانم من حقي. هي لقاء اختك دي مش هتبقى خاله ولادي؟ يعني اللي عملته ده مش يضر سمعتنا وسمعتهم كمان؟ انا متاكده ان لقاء بريئه وان في حد بينافسها في الشغل هو اللي سلط عليها الصحفي ده. شغل؟ شغل ايه يا اختي؟ هو فين الشغل ده؟ لقاء اختك خلاص انتهت والناس قربت تنساها. ضحت بكل حاجه عشان خاطر سليم بيه. ايه الورد ده؟ انا اللي جبته. سليم؟ ايه اتفضل. طبعا اتفضل. بس انا اتفاجئت. اتفضلي يا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حقيقي حاجه تشرف. حقيقي شيء جميل جدا جدا جدا. مبروك علينا يا جماعه الافتتاح الليله. بس بعد ما يخلص الافتتاح طبعا لينا حفلتنا الخاصه. انت ازاي عملت كده؟ ارجو انك تكوني راجل. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا سليم. على ايه؟ ما هم شتموني زيك. لا انت عملت كده عشان خاطر وجاي لك دلوقتي اترجاكي ما تقفليش على نفسك اكتر من كده. أنا عارف إن ظروفك صعبة لكن حاولي تكوني أقوى من كده. اسمحي لي أبقى جنبك ويا ريت تقومي تغيري هدومك. أغير هدومي ليه؟ نخرج شوية أنا وأنت بس؟ وليه لأ؟ يعني بعد اللي كتب علينا ده كله؟ التكذيب والاعتذار اتنشر. لأ ولو يا سليم مش كفاية كده. أنت بتدي للناس دي فرصة تتحكم في تصرفاتك تعملي إيه وما تعمليش إيه؟ لأ بالعكس أنا بس عايزة الناس تنسى اللي اتكتب. يعني مصممة تستمري في العزلة اللي انت فيها؟ يلا يلا قومي. لا بس مش من مصلحتنا ان حد يشوفنا مع بعض دلوقتي. صدقني أنا ليا خبرة في الحاجات دي. كده انت بتحرميني من اني اساعدك. المناسبات جاية كتير والوقت المناسب جاي. عندي اقتراح. ايه هو؟ نتغدى سوا بكرة. عندي مزرعة كده صغيرة في القطامية. هقابلك عند الكيلو 5 في الصحراوي. هناك الجو مختلف تماما. هتغيري جو، هتشوفي ناس تانية غير الناس اللي انت مش عايزة تشوفيها. اتفضل يا سامي بيه. العفو يا غريب بيه. اتفضل حضرتك. طب اتفضل انت يا دكتور اسد. ايه يا عم انا زهقان من الحاجات دي في اوضه العمليات. مقصات. طيب بما اننا شركاء احنا الثلاثة نقص مع بعض بقى. اي طب يلا. بسم الله. ايدك. أنام يا رب أنام. أوه.
الرحمن الرحيم. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك سمعت الدبة زي ما انا سمعتها؟ صح؟ صح. يمكن في حد انتحر ولا حاجة؟ لا مفيش، الحمد لله جت سليمة. تانية جديدة نزلت على لقاء النهاردة؟ بالعكس، دول منزلين لها اعتذار. معلش يا مي، اصل في ناس ما بتحبش تقرا اللي بيجي على هواهم بس. يعني ايه تقصدوا ايه؟ مفيش، انا راح اشوف النتيجة بتاعتي. ادي دقني، يبقى قابلني. ممكن في حاجة عاوز اكلم حضرتك فيها. مش وقته، مش وقته يا مي. ليه مش وقته؟ ما تسيبها تتكلم يا اخي. قولي يا حبيبتي عايزة تقولي ايه. هو انا لو زرت رقاء حضرتك هتزعل؟ ازعل ليه؟ اصلي شريف فاكر اني لو زرتها حضرتك هتزعل مني، لانك هتفتكر اني واقفه بصفها ضدك، وانت عارف هو بيحبك قد ايه. ايوه بس لو قال كده يبقى ما بيحبنيش، لان انت لو مالكيش خير في اختك مش هيبقى لك خير فيه. شفت انكل عمره ما يفكر بالطريقه دي ابدا. انا بس قصدي يا دكتور يعني ان انا خايف انها تاثر على دماغها وعلى افكارها وتورطنا بقى في مشاكل ملناش علاقه بيها. لا مي طول عمرها عاقله وذكيه وعارفه بتعمل ايه، سيبها تعمل اللي هي عايزاه. خلاص هروح اغير هدومي واروح لها. اقعدي، مش النهارده. انا ما صدقت اخد النهارده اجازه تقومي تسيبيني وتروحي لها. يو بقى رايحه فين تاني؟ انا شبعت خلاص. سيبها تروح له، على الأقل نفهم إيه اللي بيدور في دماغ لقاء. علي أوعى تتشعب. حاضر. شوف مش انتوا بس اللي عندكوا بخاخة؟ انت تسحب معايا ولا ايه؟ دي بخاخة عرق. أيوة، ما احنا لو ما عملناش اتفاق سلام بيني وبينك انا هجيب واحده بجد. وسلام. بقول لك ايه، اسمك ايه بقى؟ انا اسمي علي. وانا اسمي عمر، يعني احنا الاثنين اسمنا بيبتدي بنفس الحرف العين. ايوه. بص بقى الاتفاقيه ايه. احنا ملناش دخل بمشاكل الستات خالص، انا وانت نتعامل زي الرجاله وبس. ماشي موافق، بس المرة الجاية تفتح باب شقتك بالمفتاح عشان ما تتخانقش مع مامي تاني. أهلاً أهلاً بس ستي حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ قلبي. انتي حبيبتي وحشتيني. ده انتي اللي وحشاني موت. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انتي؟ قالوا لي بقى انتي ما بتاكليش، فقلت لازم انا اللي اكلك بيدي. وخليت ام محمد بقى تعمل لك كام صنف من اللي انتي بتحبيه. دي اكلها جميل جمال،
هي لسه بتجيلك؟ هو انا اقدر اكل من ايد حد غيرها؟ دي المدام ما بتاكلش خالص. حسك عينك تقولي الكلام ده لحد تاني. وانا برضو حد تاني يا لقاء كده برضو. روحي سخني المحشي. على فكره انا عملت لك محشي ولحمه بالمشروم ومسقعه باللحمه المفرومه. الله الله الله. بس معقوله يعني حد ياكل الصبح محشي ولحمه مفرومه ومسقعه يا ماما؟ صبح ايه يا حبيبتي؟ ده احنا بقينا الظهر. الظهر؟ يا خبر اسود سليم. ما بيردش. لا لا يا لقاء مالكيش حق تعملي كده. والله العظيم ما كان قصدي. انا اخدت الدواء من هنا ولا المنوم ده هو ما حسيتش بالوقت خالص. نمت كتير جدا وبعدين مش عارفه ابص في وشه اقول له ايه. يا حرام مش عايز يزعلني وعايزني الرضا ارضى. مش عارفه اعمل ايه. مش هو ده الراجل اللي راح لك بره وانت بتعالجي علي؟ هو يا ماما. لا لازم تعتذري له. لما بحاول اهوت ما بيرد. اهو تاني. يلا ما هو الراجل عنده حق. راح وراكي اخر الدنيا. مش عيب لما تروحي تعتذري له خصوصا بقى بعد الغلطه الكبيره اللي انت عملتيها دي. لا انا مش هروح النهارده. مش هعرف اواجهه النهارده. بكره ولا بعده ابقى اروح له. وبعدين النهارده بالليل عندي ميعاد مهم جدا مع قناه جديده. بجد؟ طب فرحيني وقولي لي اخص عليك. مخبيه عليا ليه؟ وانا لحقت يا ماما. ما انت واخداني على مشمي من ساعه ما صحيت. اعملي لي قهوه يا بنتي عشان افوق واحكي. مالك مكشره كده ليه؟ وانت مالك متوتر كده ليه؟ وانت طول عمرك ما بيهمكش. كان نفسي انجح السنه دي. نفسك قوي يعني ولا نص 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 نص؟ اوعى تقولي نجحت في الاربع مواد وبتقدير كمان. بجد؟ بقى يا رب انت تنجح وانا اللي بدأت من اول يوم في السنه. لا لا اله الا الله. يا كعكه فين القديم حاجه بقى؟ يلا يلا ايه تعالى هنا. مش تستنى تشوفني نجحت ولا لا؟ هي دي عايزه سؤال. انا كنت في البكالوريوس وانت في سنه اولى واديك حصلتيني. انا نجحت. قال صباح الخير. اهلا يا فندم. خمس دقايق بس ابلغ الباشا انك وصلتي. اصله في الدور الثاني. اتفضلي سعادتك. اتفضلي في المكتب. اتفضلي. اظن بقى دلوقتي ما بقالكش اي حجه. حجه ايه؟ وبعدين بقى في حاجات ما بتتقالش يا سيرامي. لو النبي. والله. طب اقول لك انت تجيبي مامتك وتطلبوني من بابايا واحنا نقدم لكم كيكه كده بقى وحركات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انت حلو اهو. فاهم. طبعا فاهم كل حاجه بس بستهبل. المهم هتتقدم لي ولا لا؟ طبعا هتقدم لك بس اديني فرصه شويه نفرح بالنجاح. خلاص خلاص نجحنا وذاكرنا واللي كان وخلاص واللي حصل حصل. نفكر بقى في ايامنا الجايه هتبقى عامله ازاي. طب ما ينفعش ناجل الكلام في الموضوع ده ولو يوم واحد؟ لا اجل اجل عادي اجل. بس لازم تعرف يا استاذ ان احنا كنا بنتقابل على اساس اننا زمايل. دلوقتي بقى هنتقابل على اساس اننا ايه؟ ادخل. لا مؤاخذه يا هند. لا مؤاخذه ليه؟ تعال. ما هو سعادتك بيه مش موجود. تعالى انا عايزاك. يا سلام تحت امر حضرتك. اقعد. ما يصحش يا هانم. اقعد ازاي وسعادتك واقفه؟ بقول لك اقعد. مش هتزعلي؟ اقعد. وادي قاعده وامرنا لله. مش انت الاستاذ عزت اللي كنت ماسك ميزانيه تشطيب الفيلا السنه اللي فاتت والفلوس والجو ده؟ ما هو الباشا كان موقفني عشان العمال يشوفوا شغله. طب
ما خدتش بالك من حاجة؟ حاجة ايه يا هانم لا سمح الله؟ يعني نظرة، ابتسامة. ابتسامة؟ اه ابتسامة. ما هو لما الواحدة بتبقى معجبة بواحد بتبص له وبتبتسم له. طب انا اجي وقت تاني احسن؟ انت قمت ليه؟ انا مش قلت اقعد. انت يا اخي ما عندكش قلب، كل ده مش حاسس بيا. انا؟ ايوه انت. حضرتك بتقولي الكلام ده ليا انا؟ وفي ايه يعني؟ انت بتتريقي عليا ولا ايه يا ست شات؟ معقول؟ معقول برضو تبص لواحد زي؟ وما بصلكش ليه؟ ده انت حتى امور ومسمسم واخر شياك اهو. وبعدين الحب يا اخي ما يعرفش فرق بين فقير وغني. ايه؟ حب؟ يا نهار اسود. يو انت مالك اتخضيت كده ليه؟ يا هانم لو الباشا سمع الكلام ده هيوديني ورا الشمس. ما تخافش يا حبيبي، انا بابا لما يعرف ان انا بحبك عمره ما يعملك حاجه ابدا. يا بنت الكلام اللي بتقوله ده. يا نهار اسود بابا. لا يا اختي ماما، بابة ايه بقى؟ انا ماليش دعوه يا باشا. اخرس انت، ولو كلمه واحده من اللي قالته لك طلعت منك هخسف بيك الارض، فاهم؟ عيب يا باشا. ده غور يا انا، غور من وشي غور. يا ست شهد جات تفضحيني؟ والله بقى لو مش عايزني اجي لك المكتب اديني فلوس. يعني ايه يا بت؟ بتلوي دراعي؟ ما هو بصراحه بقى ما فيش حد يصدق ان بنت غريب بدران بحاله ما يبقاش في جيبها جنيه واحد. واحد ربنا. اه يا بنتي. انت ايه؟ انت خلاص يا بت ما بقيتيش تحسي؟ ضرب ضربتك، فلوس منعتها عنك، اعمل ايه تاني عشان تتعدي؟ اقتلك يا بابا؟ ما انا انت ايه؟ انت ايه؟ انت موتي اخر ذره حب في قلبي من ناحيتك، اعمل ايه تاني يا بنت؟ حرام عليك. اقول لك حاجه، ما دام كده كده هتضيع من ايديا يبقى مش هخسر كتير لو مت وانا بربيكي. تعالي. احنا طبعا يسعدنا ويشرفنا انك تكوني معانا هنا في القناه يا مدام لقاء. في الحقيقه وجودك يشرف اي قناه. يا فندم ده شرف كبير ليا يا استاذ فاضل، وان شاء الله نعمل شغل على اعلى مستوى. ان شاء الله، انا واثق من كده. بس في الحقيقه في مساله كده مهمه كنت عايز حضرتك تحطيها في اعتبارك. احنا مش هنقدر نستغنى عن احلام السعيد لان برنامجها ناجح وفي حرص على استمراره. طبعا يا فندم، بس معناها ان انا مش هعمل برنامج رئيسي على المحطه؟ للأسف مبدئيا لا. احنا هنا كإدارة عندنا فكر جديد ان القناة يبقى فيها اكتر من نجم ونجمة. طب ده شيء جميل جدا، انا المفروض هعمل ايه؟ شوف يا مدام لقاء، هنبتدي ببرنامج مع المشاهدين، يعني الناس يتصلوا بيكي يحكولك مشاكلهم وحضرتك ترد عليهم. برنامج لطيف وقريب من الناس، وافتكر كمان انك من خلاله هتستعيدي جزء كبير قوي من شعبيتك. بس انا ما اعتقدش ان شعبيتي ضاعت يعني بعد اذنك عشان استعيدها. انا اسف ما اقصدش يا مدام لقاء، لكن معلش احنا ممكن نرجع تاني بالبرنامج بتاعي، وبدل ما يكون عندك برنامج واحد كبير يكون عندك برنامجين، ده في صالح المحط. انا فاهم طبعا قصدك كويس، وانا شخصيا ما عنديش اي مانع، بس احنا هنا كاداره في القناه محتاجينك دلوقتي في البرنامج ده بالتحديد. صدقيني يا مدام لقاء لو وافقتي هيبقى مكسب كبير لينا قوي هنا في المحطه. في الحقيقة أستاذ فاضل أنا كنت أتمنى، لكن اسمح لي أنا ما أقدرش أرجع خطوة لورا بعد المكانة اللي أنا وصلت لها. الموقف بقى محرج بالنسبة لي يا نانسي، لازم تشدي حيلك شوية. اصبر بس لما تشوف الحلقات اللي جاية، إن شاء الله هنكسر الدنيا. أصبر لحد إمتى؟ أنا لو صبرت غيري مش هيصبر. يعني إيه؟ خلاص يعني؟ الدنيا اتهدت؟ كل ده عشان كام إعلان مجهوش؟ أنت بتسأليني يا نانسي، ما أنت عارفة كل حاجة. إيه ده؟ أنت كمان بتزعقلي؟ انا ما بزعقش ولا حاجه، بس الناس شويه شويه هيتهموني بان انا السبب في الدروب اللي بيحصل للقناه ده. يعني ايه؟ هما فاكرينك انك مشيت الست لقاء عشان خاطري ولا ايه؟ بالظبط كده. وبيني وبينك بقى، مش هي دي الحقيقه؟ كده برضو انت هتعمل زيهم؟ خلينا واقعيين يا نانسي، احنا مشينا لقاء من القناه على اساس ان انت هتسدي مكانها، لكن بقى بما ان ده ما حصلش. ايه ناوي تعمل ايه؟ للاسف انا مضطر الجا لها تاني.
هتتكلم بجد؟ مفيش حد فاضي غيرها؟ لا، شوف اي حد تاني، لكن دي لا. انا محتاج نجمة ومقدرش اعتمد على اي واحدة تانية غيرها تشيل القناة. يعني ايه؟ هترجع تكبس على نفسي من تاني؟ ابص في وشها ازاي دي بعد ما مشيتها ورجعت منتصرة علي؟ البيزنس مفيهوش الكلام الفاضي ده، انت هتتحكي في وشها وهترحبي بيها اكتر من اي حد تاني. مين عارف بكرة ممكن يحصل ايه؟ معلش يا لقاء هنا، انا وانتي والزمن طويل، المهم اللي يضحك في الاخر. رص الكرسي صح علشان تتسلطن صح. انا عارف انك زعلانة مني، بس انا كمان زعلان منك، بس انت اللي سبتيني ولا انا اللي سبتك؟ شفتيني ليه؟ يا عم ما تنكتش على روحك بقى. الله، شوف الست هتسمعك ايه النهارده. هما افندم افندم، بقول ايه، انا بطلت اطلع البلكونه دي مخصوص علشان حضرتك. انت عايزه ايه؟ الساعه كام دلوقتي؟ يعني دي حاجه ترجع لك، وجهه نظر يعني، في ناس شايفاها متاخر وفي ناس شايفاها بدري، انا شخصيا شايفها بدري قوي يعني. ليه؟ وبعدين حضرتك طالعه يعني تساليني الساعه كام؟ لا، طالعه اقول لك ان صوتك مزعج ويقرف، وريحه الهباب بتاعتك دي داخله عليا وانا نايمه. ريحه؟ ريحه حلوه. وبعدين البلكونه دي كانت مقفوله واحنا مستريحين. تحب اسيب لك الشقه عشان حضرتك ترتاح؟ لا 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 لا، حضرتك اقعدي فيها وقرفي فيا وانا هسكت، مفيش مشكله يعني. بقول لك ايه؟ قلة أدب، أنا مش عايزة ومش فايقة لك. وأنا ما أحبش حد ما يحترمنيش. أنت تحترم نفسك عشان الناس تحترمك. أهو كده إحنا احترمنا بعض، وكل واحد حر في شقته. لا، حر على نفسك، ومش عايزة إزعاج ومش عايزة أسمع صوتك ولا أشم ريحة الهباب ده، وإلا هبلغ البوليس. فهمت؟ يا باي. الست دي مخوية البوليس ولا مشتغل تحريات ولا إيه؟ يا ناسيني ترارا وانت على مهلك. خلى اللي انا عايزه فيها. انا كنت عارف ان ده هيحصل، عشان كده قلت لك استني يا لقاء، هي هتقع لوحدها. انت مش اتكلمت معايا قبل كده يا خالد في الموضوع ده؟ بتفتحه تاني ليه؟ يا لقاء، دي اللحظة اللي انت كنت مستنياها وانا مستنيها قبل منك، جت اهي. لحظة ايه بس؟ إدارة القناة يا ستي كلها دلوقتي مقتنعة مليون المية ان نانسي ما تقدرش تشيل لوحدها، وعمرها ما هتبقى نجمة. وبعدين بقى خالد في اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين بقى لقاء، انا جيت لك اهوت عشان اخد رأيك، ها؟ اذا كان عندك الرغبة انك ترجعي، انا في اول اجتماع هفتح الموضوع وان شاء الله النتيجة مضمونة. ايوه كده، اضحكي. انا نفسي يا لقاء ترجع المحطة عشان نعمل شغل حلو زي زمان. ده انا بقيت في نص هدومي من المستوى اللي بتقدمه نانسي. يعني انت اللي جاي تعرض عليا من نفسك، مش هما اللي بعتينك؟ لا طبعا، ما حدش بعتني، انا اللي جيت من نفسي. هو صادق الغمري باع الاسهم بتاعته ولا ايه؟ لا طبعا يا لقاء. يعني عملوا مجلس اداره
وقرروا رجوعي، وانت جاي تعمل عليا دلوقتي فيلم هندي عشان يبان ان انا اللي طلبت ارجع تاني، مش كده ولا لا؟ ما تفرقش يا لقاء، المهم ترجعي. لا تفرق كتير قوي عندي، لازم يعرفوا ويندموا على غلطتهم اللي عملوها معايا. يا ست الكل كلنا ندمانين وبنقدم فروض الولاء والطاعه، والكلام ده قلته لك من اول ما قعدت. تحب اطلب لك صديق يكلمك بنفسه؟ ايه يعني كتير عليا ولا ايه؟ كتير عليك ازاي؟ مفيش حاجه كتير عليك يا ست الكل. هو مين صادق دوت؟ ايوه صادق بيه، انا قاعد مع مدام لقاء دلوقتي، والحمد لله الحوار مثمر ومبشر بكل خير ان شاء الله. بس يظهر بقى ان انا مش مالي عينيها يا صادق بيه، مصممه تسمع منك انت الاول. اهي مع سعادتك. ايه اتفضل يا لقاء. الو، اهلا وسهلا. كويس. لا انا ما حصلش مني الكلام ده، انا مش موافقه ارجع تاني ابدا. الشيء الوحيد اللي انت مش فاهمه يا صادق بيه ان لقاء فؤاد ما ترجعش المكان سابته قبل كده، خصوصا بعد المعامله الرخيصه اللي انتوا عملتوني بيها في القناه. انا شخصيا مستغنيه عن القناه بتاعتكم.